خاصك السي وزير العدل اخر طلب هو تكون جيري، تكون جيري والطالب بإلغاء الامتحان. الدولة بلا عدالة والو. يا وهبي يا جبل، يا وهبي يا جبل، ولاد الشعب لا يهان، ولاد الشعب لا يهان. نحن الآن كنتواجد أمام البرلمان المتواجد بالرباط، لأن هذه القضية ما بقاتش قضية ذات رأي خاص، بل هي أصبحت قضية ذات رأي عام. بما أن الصحافة الأجنبية اللي منهم الجزيرة، اللي منهم فرانس 24، واللي منهم تيفان، كاملين ولاو كيتحدوا على هذه القضية هذه. ثاني حاجة اللي خاصنا حنايا نهضروا عليها ونأكدوا عليها كرجال القانون المستقبلين، واحد الحاجة اللي كتهم كل شيء، انه القاضي قبل ما يبت في الموضوع ضروري كيبت في الشكل، وهم اللي كيتسموا بالدفوع الشكليه. السي وهبي، حنا اول حاجه اللي بغينا حنايا نعرفوا هو شكون سرب الامتحان. كنا حنا متاكدين بان الامتحان غادي يبدا مع 8 ونص ديال الصباح، كنتفاجئوا كنلقاو الامتحان كيبدا حتى ل 10 ونص. وبالنسبه للطلبه ديال الدروا فرونسي كنلقاو السؤال 79 ولا السؤال 78 ما كاملش. هذه ثاني حاجه. وثالث حاجه، السي وزير العدل خاص تكون عندك الجراه باش تلغي الامتحان، وقبل ان تكون وزيرا لقد كنت محاميا واديت القسم الوارد في الماده 12 من القانون المنظم لمهنه المحاماه، وعندما اصبحت وزيرا لقد اديت القسم امام صاحب جلاله الملك محمد السادس وان جميع الوزراء وجميع البرلمانيون لقد ادوا القسم امام صاحب جلاله الملك، وقد اقسمت انه سوف تكون الشفافية وبأنك سوف تكون مخلص في عملك. والآن السي وزير العدل كنسألو فين هي هاد الشفافية؟ فين هي الجرأة اللي خاصة تكون عندك كوزير العدل؟ كتقول أنك خلقتي مناصب شغل، كتقول أنك خلقتي مناصب شغل، واش مهنة المحاماة فاش مناصب شغل؟ واش المحامي فاش كيتخرج وفاش كتولي عنده شهادة ديال باش يزاول مهنة المحاماة؟ واش كتخلص عليه شي حاجة؟ ما كتخلص عليه والو السي وزير العدل. خاصك السي وزير العدل اخر طلب هو تكون جيري، تكون جيري والطالب بإلغاء الامتحان. دونك كي عرفتوا راه اليوم جينا نديرو الوقفه الاحتجاجيه ديالنا الثانيه باش نطالبوا بالحقوق ديالنا وباش نطالبوا بإلغاء هذا الامتحان ديال المحاماه اللي تقاس الشرعيه ديالو واللي تقاس بزاف ديال الخروقات الشكليه والموضوعيه اللي جد خطيره، اضافه الى شكوك ديال السلوكات اللي غير شرعيه واللي مخالفه للقانون الجنائي كالفساد الزبونيه المحسوبيه، اضافه الى شكوك ديال الرشوه. وحنا الا جينا نحتجوا هنا راه ماشي غير علينا، جينا نحتجوا حيت جميع حيت المنظومات العداله كامله تقاست في الشرعيه ديالها، في الاستقاله ديالها، ولات الصوره ديالها عند الشعب المغربي هشه وضعيفة. أنا تنسأل راسي واحد السؤال كمواطنة مغربية، لا هادشي لا الامتحان ديال المحاماة تقاس بهاد الخروقات، شتوقع في المحاكم المغربية كل نهار، شتعيش المواطن وشتعيش المواطنة المغربية كل نهار منين تطالب بالحقوق ديالها. أنا بغيت نعرف شنو توقع في المحاكم المغربية وشنو تعيشوا المحاميين باش يمارسوا المهنة ديالهم بواحد الكرامة. راه لا ما داويناش هاد الازمه اللي واقعه مع الشباب مع الطلبه ديال القانون، ولا الحكومه ما وقفاتش معنا وما استجبات المتطلبات ديالنا عن طريق فتح التحقيق، عن طريق استرجاع الحقوق ديالنا. راه ما غيبقاش مشكل الامتحان، ما غيبقاش مشكل الامتحان، راه ما بقاش مشكل النقطه ولا مشكل ديال الامتحان المحاماه، راه ولا مشكل اجتماعي. غادي توقع ازمه اجتماعيه، غادي توقع ازمه سياسيه في المواطن وفي المواطنه المغربيه، ما غيبقاوش يثقوا في المؤسسات ديال بلادهم. راه الدوله بلا عداله والو، راه لا العداله ما كايناش في هذه البلاد، راه القطاعات كاملين غادي يبقاو مزعزعين. راه العداله هي كل شيء في بلاد كما تعرفون. والتصريحات التي خرج بها السيد الوزير وهي تصريحات لا مسؤوله لشخص يسير
كما أقول وزارة وهي من الوزارات الثقيلة داخل البلاد وهي وزارة العدل، فكيف لنا أن نثق بوزارة وشخص يسيرها فهو قام بمجموعة من الأشياء التي تشوبها خروقات، وأهم خرق أهم خرق وهو خرق للقانون وكذلك للمادة 6 بتواطؤ مع مجموعة من الأشخاص الذين أنا أقولها بهذه العبارة لا يولون مسؤولية لهذا البلد الحبيب.